فالموقع مهم جدا، موقع الشركة هو واجهتها. دائما الاتصال الأولي قد الآن في عصر التقنية يكون موقع الشركة. لما يكون موقع الشركة غير محدث وبمعلومات قديمة وبصور ليست مناسبة، هذه مشكلة. يجب أن تصرف الشركة وقت وجهد ومتابعة لموقعها. الثالثة والأشياء الأخرى، أوقات الدوام الرسمية للشركة يجب أن تكون هذه أوقات الدوام متناسبة مع العملاء. لا يمكن أن طبعا وقت أوقات العمل والبزنس بالسعودية ممكن فيها مشكلة، هو طول الأوقات ممكن ما كويسة للعمالة فيها كاملة كويسة، ولكن لها أضرار على المجتمع وعلى الأمن وعلى أشياء كثيرة والتكلفة على الدولة. ولكن نقول دائما يجب أن تكون أوقات الدوام الرسمية واضحة متاحة. عندنا مشكلة في السوق السعودي، كيف تتعامل الشركات معهم؟ إغلاق محلات تجارية لأوقات الصلاة. طبعا بغض النظر عن وجهة نظري أنا الشخصية في هذا الموضوع، أحس أن فيها التعامل معها مو التعامل الجيد. تلقى بعض المحلات التجارية يغلقون المحل قبل الصلاة بعشر دقائق وربع ساعة، يقول لك التعليمات الأيام، ويخلون يطلعون الناس من المحل. يجب اللي في الموجود في المحل في المحل تغلق أقرب وخلوا الناس يصلون في المحل وعطهم أماكن يعني راح يرتاحون فيها، ويفتحون بعد انتهاء من الصلاة بدقائق كثيرة. زين، هذه مشكلة يواجهها العملاء، العملاء الكبار في السن، العملاء النساء، العملاء الصغار، وين يروحون؟ وبعدين يتأخرون في فتح مجال. هذه من الأشياء اللي تكون للشركات مشكلة في حلها. كيف تستطيع الشركة أن تتعامل مع إغلاق المحلات التجارية في أوقات الصلاة؟ واحد، طبعا لها طرق أخرى، إعلان واضح بأوقات الدوام وإغلاق الدوام. طبعا من الشغلات اللي نكتبها على بعض محلاتنا الخاصة الكبيرة وهي ليست حقيقية، لما يقول لك خدمة 24 ساعة، يا سيدي هناك ساعتين بالصلاة خمس أوقات، قول 22 ساعة عشان تكون صادق يعني وتتميز عن غيرك من الأسواق العالمية. ولكننا فقط راكبين الموجة 24 ساعة، وإحنا حقيقة ليست 24 ساعة. أنا أعتقد أن هذه معلومة غير خاطئة. لا، وبعد في بعض الشركات كتبوا 25 ساعة من زود مبالغة في الموضوع هذا. طيب، إحنا عرفنا هذه الخدمات اللي تقدم للشركات والأهداف اللي نضعها والكلام الجميل عن هذه يعني خدمة العملاء والشركات المهتمة بعملاء تنجح وتربح. طبعا هذه كلام حقيقي ومثبت في الدراسات. ما هي الأشياء اللي تؤثر عليك كعميل عندما تتعامل مع شركة؟ وما هي العناصر التأثير في خدمة العملاء؟ عناصر كثيرة يا جماعة، أي عنصر تتوقع وتتخيله ممكن يؤثر عن خدمة العملاء. تجي مثلا محل من المحلات وتلقاه متسخ، حتاخذ تأثير سلبي على الشركة. تجي محل وتلقى ما عنده مواقف سيارات، وهذه بعد مشكلة مواقف السيارات. يعني من ضمن الأشياء اللي أنا لاحظها إن المحلات التجارية المواقف اللي أمامها أولوية لموظفين الشركة وليس لموظفين خدمة العملاء. لما تلقى عندك 10 مواقف تلقى كل الموظفين موقفين عليها، وين يروح العميل؟ حيضطر إنه يروح مكان آخر ويبحث عن بديل. يجب أن تعطي الأولوية في مواقف السيارات لعملاء الشركة. فدائما من عناصر مؤثرة الاتصال الأولي. الاتصال الأولي هو اللي يترك انتباه. أنا بترى يعني أي محل بخش مثلا في الثواني الثلاثين الأولى حيكون عندي انطباع يا سلبا يا إيجابا. فيجب على الشركات أن تحرص أن يكون الانطباع الأولي عند العملاء إيجابي. كيف؟ كل شيء ممكن. يا جماعة دائما لا تعتمدوا على نفسكم في تقييم خدماتكم. يجب أن تعتمد على ناس محايدين لتقديم خدماتك. الآن في السوق السعودي والأسواق العربية موجودة خدمات اللي يسمونها المتسوق الخفي، مستر شوبر. هذا المتسوق الخفي أنت تتعاقد مع الشركة وهم يروحون يقيمون لك خدمات شركتك من 20 سؤال 30 سؤال، يبدأ من المظهر الخارجي إلى تعامل العملاء إلى كل شيء.
هذه بسيطة، ويجب أن تكون التقارير هذه ما تروح لمدير خدمة العملاء، تروح لرئيس التنفيذ الشركة، لأنه قد يكون مدير خدمة العملاء أو المسؤول عن خدمة العملاء يجاملون أو ما يوصلون شيء. هي ليست عدم ثقة فيهم، ولكني أنا أحتاج كرئيس تنفيذ الشركة معلومات محايدة عن أداء الشركة. تستغرق منك دقائق لتكوين انطباع عنك وعن شركتك وعن خدماتك. لما تأتي لمحل مطعم وترى ذباب يعني أو أي شيء، على طول بيعطيك انطباع إن هذا المطعم متسخ. لما العامل اللي في المطعم يكون، أو ليش يحطون بدلة بيضاء عشان تكون واضح، أي نقطة وساخة لا قدر الله تكون واضحة للناس. هذه مهمة جدا للشركات تبني. عندما تدخل مكان وتلقى العامل مشغول عنك ويكلم الهاتف، من شغل الإنترنت، من شغل التحدث، دائما أي عميل يدخل يجب أن تحييه وتعطيه الاهتمام، وإذا أنت فعلا مشغول بشغل آخر وبما آخر تقول له دقائق وحنكون معك. أما أنك تطنش ولا تعتبره ممكن يمشي. العميل اللي يدخل محلك هو عميل قطع نصف القرار الشراء من عندك، 50% منتهي، يبقى لك 50% الأخرى كيف تقنعه وكيف تحافظ عليه. عندما تتصل هاتفيا بالشركة، يا جماعة كيف تستطيع أن تتبسم للعميل بالهاتف؟ هذا فن، وفي كتب الموضوع هذا. العميل لما يأتيك المحل هو بيشوف على الأقل منتجاتك، بيشوف شيء، بس بالتلفون ما بينك وبينك الصوت. كيف تتواصل مع العميل عن طريق الإنترنت؟ كيف ترد عليه تويتر؟ إيش الكلمات المناسبة؟ إحنا دائما الآن ترى في السوق تعود مفتحة عيوننا كثير على نقد الشركات، وأعتقد أكثر من فترة ممكن تمر على شركاتنا هو الفترة هذه. إحنا ننتقد كل شيء. طبعا مسوق المعلومية هو منتقد وناقد بطبعه، إذا المسوق ما هو ناقد بطبعه هذه مشكلة عنده. طيب، الانطباع الأولي كان ممتاز وجاء عميل واشترى من عندك. ثانيا المتابعة، يجب أن تتابع مع عملائك. لما يأتي شخص، وأنا شوف بعض الشركات يأتي ويأخذون اسمك وذكرتك ويحطون عندهم بس ما تواصلون معك، يجب أن يكون هناك متابعة مع العميل. لأن العميل اليوم قد جاء وأنا اشترى من عندك، يمكن الميزانية ما هي كافية ولا أي سبب ما أشترى، بس ممكن بعد شهر يتغير الوضع، بعد أسبوع يتغير الوضع. فدائما المتابعة جدا مهمة. دائما يجب أن تكون كشركة ناصح ومستشار للعميل. لا يهمهم يشتروا من عندك. أتذكر قبل مدة رحت أبغى أشتري سيارة، أفكر أشتري سيارة مو أشتري سيارة، فذهبت لشركة من شركات السيارات المشهورة من ضمن ميزانية اللي أنا حاطها، فوجدت البايع وقلت له أنا أبغى أشتري سيارة، وبين هذه سيارتكم والسيارة الشركة المنافسة. على طول بدأ يسب في الشركة المنافسة وخدماتهم والصيانة أنا على طول عرفت أن هذا الرجل لا يمثل شركته التمثيل الصح، بالرغم أن منتج شركته ممتاز، ولكنك أن تنتقد المنافس هذا تقلل من مهنيتك وتقلل من مصداقيتك. لا تتكلم على منافسينك بأي شيء، بالعكس قل له منتج ممتاز وخيار موفق، ولكن ممكن احنا افضل. حاول انك تعطيني إضاءة إيجابية عن الشركة، وفي نفس الوقت تحاول تقنعني ان منتج شركتك افضل لي انا. هذه مهمة جدا. واعطيك مثال اخر على الانطباع الشخصي. يوم من الايام رحت ابغى اشتري ساعة وحط لي ميزانية للساعة. طبعا انا من الناس ما احب الساعات كثير، بس قلت يمكن اشتري هذه الساعة. فدخلت على المحل، محل رائع جدا مكلفهم ملايين في التصميم وفي المنتجات، واللابسين البائعين لبس ممتاز. رحت بدون شماغ وبدون غترة، يعني أشعر أخبر. فقال لي، قلت له أبغى أشتري ساعة تناسبني على طول. طبعا في المحل هذا عنده ساعات من 500 ريال إلى 150 ألف ريال مختلفة.
على طول اخذنا على الساعات 1000 ريال 500 ريال. فقال لي سد هاني. فانا كعميل زعلت انه قل من قدري عنده يعني. طبعا ما كنت مشتري ب 1000، ولكن بالنهايه يجب ان ياخذك على يعطيك برستيج حقك ويعطيك الانطباع الجيد عنك ويديك الغالي، وبعدين حولك تدريجيا. هو اعطاني، انا على طول سددت نفسي وطلعت من المحل هذا. هذا العميل البائع لما جرب تدريب صح ولم يقال له ترى المساركين تشوفه لبسه عادي ولا لبسه ذا، ما هو المعيار الوحيد هو اللبس العميل عنه، ما ندرى من هذا. ثالثا كيف استطيع عشان تهذيب العمره تحديد او توضيح المواصفات والاسعار؟ يجب ان تكون اسعارك واضحه للناس، تكاليفك واضحه، ما تكون في اسعار مخبيه اسميها هيدن كوست ولا هيدن برايس. تشتري هذا ولكن تتفاجأ انه في النهايه تدفع زود عليه. لا، يجب ان يكون السعر واضح. ودائما لما تقول السعر تقول ب 1000 ريال وتجي العميل وتقول لا 950 ريال، حتى 50 ريال فرق، حيكون هو سعيد جدا. بس لو تقول له ب 950 وفجأة تقول له لا ترى طلعت 50 ريال زيادة 50000 ريال، حيزعل. فكيف تستطيع ان تتعامل؟ يعني هنا نتكلم على سلوكيات البائع وسلوكيات المستهلك. كيف انت يا بائع تستطيع ان تفهم اكثر المستهلك، وكيف انت المستهلك تكون يعني سعيد لما تتلقى بعض الاشياء البسيطة ولكنها مؤثرة فيك. توضيح مواصفات السلعة. أنا بشتري جوال ولا أنا بشتري سيارة ولا أنا بشتري أي شيء، يجب أن يكون موضح كل شيء فيها. كل ما كانت هذه الأمور واضحة للمستهلك، كل ما كانت خدمة العملاء اللي توقعها أو حتى توقعات العملاء تكون يعني واقعية. أما أنك ما تعطيه ولا شيء، طبعا ترى إحنا شعب مع الأسف الشديد أو مستهلكين قلة منا اللي يقرؤون الكتالوجات ويجلسون، ما يعرفون، ما يعني ما عودنا عليها. طبعا يجب ان تكون كل شيء للشركه واضح. لما تشترك في الاتصالات مثلا كل شيء واضح. استخدام، ما نبغى نتكلم على الاستخدام العادل، لانه هذه يمكن من الاشياء اللي في خدمه العملاء غير مرضيه للناس. تبسيط اجراءات طلب السلعه. ما في داعي اني اعبي ابلكيشن في 100 ورقه عشان اتلقى خدمه بسيطه. يجب ان تكون مبسطه جدا، معلومات اساسيه. العقود مع الأسف الشديد تكتب من طرف الشركات القوية، بينما المستهلك ما له ولا لأنه يوقع أو أنه ما يأخذها. السيارات مثلا، استئجار السيارات، العقد لما تقرأها ويقرأها محامي كل اللوم بيكون على المستهلك. وين حقوق المستهلك؟ فعلى العموم تبسيط إجراءات طلب السلعة مهم جدا. يعني بعض يعني الخطوط السعوديه لما تطلب الان تحجز مبسطين جدا، طلبت الخدمه معلومات عنك وايميلك وانتهينا، يعني ما يجي لك وميلادك وبطاقه الاحوال مثلا او الجواز. بعض الشركات لا، تحاول تجيبك المكتب وتعبي ابلكيشنز وتاخذ وتطول. هذه يجب ان تبسط اجراءات لتقدم خدمه جيده للمستهلكين. والاهم خامسا هي خدمات ما بعد البيع. خدمات ما بعد البيع يا جماعة هي وسيلة تنافسية، إذا استطعت أن تنجح فيها نجحت نجاح باهر في السوق. ولكن إذا فشلت فيها حتفشل فشل ذريع، وحيتداول الناس هذا الفشل. الآن لو سألتكم إيش أفضل شركة سيارات لخدمات ما بعد البيع؟ ما هي كل السلع تحتاج خدمات ما بعد البيع. سلع بسيطة، بيبسي مثلا، لما تشتري بيبسي ما تحتاج خدمات ما بعد البيع. ولكن إذا تضررت من البيبسي لا أحتاج. يعني واحد من الزملاء اشترى يعني مشترك في موية اللي في البيت، يقول يوم من الأيام لقيت الموية فيها مشكلة بياض. كلم كل الدنيا ما حد رد عليه. كلم حتى وزارة التجارة. فهنا السؤال إنه حتى المنتجات البسيطة يجب أن يكون عندك استعداد لخدمات ما بعد البيع. طبعا هذا الكلام مو بس نظري، يجب ان يكون هناك سياسات معتمده للشركه. والسياسات المعتمده للشركه ما هي للارشيف، للتطبيق الميداني، انه كل واحد من العملاء، عفوا الموظفين الواجهه ولا موظفين الشركه، يعرف بالضبط عنده مانوالز
كيف كل خطوة بخطوة تحصل، وإذا في مشكلة عند من يذهب لهذه المشكلة. إحنا مشكلتنا ما نؤمن بالما يعني الوثيقة والسياسات والإجراءات، قد تكون مكتوبة بس ما هي مطبقة، ما هي معروفة للناس. نكتبها مرة ونتعب عليها ونصرف فلوس ونحطها في الدرج، ولكن ما نسأل الناس إيش كيف يسوونها. طبعا كل هذا ما يأتي بالأقوال والأماني. هذه الشركات اللي تبغى تنجح في السوق تقوم في هذه، أما الشركات اللي تبغى تخرج من السوق وتكسب هيت درام يعني اضرب وامش ما صح، هذه شركات تفشل في الأطول. طبعا من يخدم من؟ هل أنا كموظف شركة أخدم العميل ولا العميل يخدمني؟ الكل يخدم بعض، هي فلسفة. يعني مو أنت لأني أنا العميل معي فلوس أنا مسيطر على كل شيء. يس أنت مسيطر لأنك بتشتري من عندي، ولكن في النهاية أنا بقدم لك خدمة يجب أن تقدر هذا لي. فهي علاقة تكاملية بين الموظف بين الشركة والمجتمع ككل. إحنا لو ما لقينا ناس يخدموننا ويبيعون علينا حنبدأ في حياة يعني بائسة. ولكن دائما لا يعني إن العميل هو المسيطر على كل شيء. صح العميل هو المسيطر على كل شيء، ولكن في النهاية إذا الشركات لم يقدرها عملاءها في نفس النهاية لن تقدم لهم خدمات. أنا محتاج خدمات، تتوقعوا كم خدمة أحتاجها من الصباح إلى الليل؟ خلنا نفكر فيها. أنا خدمات الإفطار، الشركات تقدم كل منتجات الفطور، كم شركة؟ الغداء، العشاء، الطرق، السيارات، البنزين، الهاتف، المكتب، الكمبيوتر. يا جماعة لا نستطيع أن نعيش بدون خدمات تسويقية، لا نستطيع أن نعيش بدون شركات. كل هذه الشركات تقدم لنا رفاهية مجتمع، ولكن في نفس الوقت لازم أن يكون إحنا هذه الشركات اللي تقدم رفاهية المجتمع مقدرة من قبل العملاء، والعملاء مقدرين من قبل هذه الشركات. فهذه هي الأساس. فلما الشركات ما يعرفون بالضبط كيف يخدموني، هنا يبقى المشكلة اللي هم بتوديهم إلى حافة الخسائر. هذه نقطة اللي أنا حبيت أقولها في هذا الموضوع، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم.